بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إلى حصنكم. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. صلوا على محمد وآل محمد. الآية الكريمة إخواني كآياتها وكأخواتها من الآيات، طبعا بها سبب نزول الآية. قبل لا أبدأ بسبب نزولها نرجع شوية. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الإسلام كان معروف بأداء الأمانة والصدق عند قريش وعند العرب بشكل عام، حتى كان يلقب بمحمد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان يلقب بهذا اللقب العظيم لأمانته ولصدقه ولجاهه ومقامه عند قريش. لما اختلفت قريش مولانا في وضع حجر الأسعد، طبعا هذا حجر الأسعد صح هو حجر، لكن يقول الإمام الصادق عليه السلام هو ملك من الملائكة تبدل إلى حجر كان أبيض من اللجين فسودته أعمال العباد. زين، الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي وضع الحجر في هذا الموضع اللي الآن موجود. واتفقت العرب، قبلوا العرب، عرب قريش قبلوا بحكم الإمام، بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن بعث النبي في سن 40، بعث إلى الرسالة. النبي قبل 40 كان نبي، بعد 40 شنو صار؟ صار رسول. أكو فرق بين الرسول وبين النبي. مقام الرسول أعظم من مقام النبي. النبي من أول يوم الحد، من أول يوم من عمره إلى 40 سنة شنو كان؟ كان نبي، كان ينبأ إليه. زين، ولهذا يقول كنت نبيا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. كنت نبي وآدم بين الماء والطين. لما صار 40 شنو صار النبي؟ صار رسول، بعث إلى الرسالة وإلى الإمامة وهالمجرة هذه بعد إلى المقامات العليا. لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا النبي الكريم، هذا النبي الأمين، هذا النبي الذي معروف برد الأمانة وصدق الحديث، صعد على تل في مكة المكرمة عند الكعبة، قالهم أيها الناس أتعرفوني؟ قالوا لا بلى. قالهم أنا محمد الأمين، إذا أخبرتكم على أن جيشا جرارا
لأن قديما من يصعد واحد يريد يجمع الناس يصيح وصباحا وصباحا، الناس شنو مولانا؟ تتجمع، يعني أكو خبر شنو؟ مهم. الآن إحنا نتجمع بيه من مولاي؟ نتجمع بالأذان. إذا أذن الأذان صاح الله أكبر الله أكبر، نعرف صلاة. إذا واحد أذن في غير وقت الصلاة شنو نقول؟ نقول شنو الخبر؟ أكو قضية، أكو سائرة، ها؟ أكيد أكو قضية سائرة. قديما العرب إذا رادوا يتجمعون ما يتجمعون، أذان ما كان، ها؟ فكان يجمعهم النبي والعرب يتجمعون بكلمة صباحا وصباحا، صاح النبي وصباحا اتجمعوا الجماعة، ازدحام صار، صعد على ربوة، ربوة يعني علوة تل، قالوا أيها الناس أتعرفوني أنا الموصوف بالأمين، إن أخبرتكم أن خلف هذه الربوة هذا التل جيشا، خلف هذا جيش جرار يهجم إلى الكعبة وعلى مكة المكرمة، أتصدقون أم تكذبون؟ قالوا له نصدقك. ليش نصدقك؟ لأننا لم نسمع منك كذبة واحدة، فإذا يصدقون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا إن صدقتموني فأنا رسول من الله قد بعثت إليكم، وأنا خاتم الأنبياء، وأنا سيد الأنبياء، وجئتكم بدين جديد اسمه الإسلام، وبكتاب منزل من الله اسمه القرآن، وأنا رسول من الله. الصاح أول واحد كذب النبي ياهو فنك لو قلت ياهو أقرب الناس إليه عافية أبو لهب، الصاح أبو لهب اسمع قال له يكرم رسول الله زين، قال له تبا لك ألي هذا أجمعتنا؟ أبو لهب قال للنبي شنو؟ تبا لك ألي هذا أجمعتنا؟ نزلت الآية شنو مولانا؟ تبت يدا أبي لهب وتب. زين كذبوا النبي، طشرت الناس، كذبه هو عمه زين، سارت الأحقاد على رسول الله كثيرة. فكان يصلي عند الكعبة مولانا، شي يسوون؟ يجيبون المغنيات والراقصات ويخلونها قدامه، فشلون يسكتن؟ هو قاعد يصلي وهذا اللي قاعد يدقن ويركصن، شلون مولانا يسكتن؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله، ببركة البسملة وببركة رسول الله وبأمر من الله تخرس النساء، يصير خرسة ويصير شلل ما بها، لا تتحرك ولا تغني، ما يقدرن، يسكتن ولا واحدة تحكي، إلى أن يخلص النبي صلاته يترك المكان هنا يبدن بعد مرة، سبحان الله. ولهذا احنا عندنا الجهر بسم الله الرحمن الرحيم هذه بالصلاة، شو الصيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. واضح شفاء حبيبي؟ إذن مولاي العزيز هذا رسول الله، من بعد هذه ما فات سووا؟ إذا النبي كان يصلي يجيبون الحيات والعقارب يخلونها قدامه في حال الركوع في حال السجود، يجيبون الحيات والعقارب تلقى على أكتاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي شنو قاعد؟ قاعد يصلي، ها؟ ما فات إذا سجد رسول الله أو إذا ركع، وإذا هاي الحيات وهاي العقارب شنو ورانا؟ تنكشف أمام رسول الله، تنكشف الحياة والعقارب فيسجد رسول الله، سبحان الله. أو كانت هذه الحياة تحمي رسول الله، هم يردون يأذون النبي بس هي بالعكس شنو؟ كانت تحمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين هما فات إيش سووا مولاي؟ أكبر منها أنه سووا، إذا صلى رسول الله، لأن المرأة كائن حي والحياة والعقارب كائن حي يطيع النبي أوتوماتيكيا، نطيع النبي لا إراديا، إرادة تكوينية، ها؟ سوى مولاي إذا يصلي النبي يجيبون جزور أو شات أو خروف أجلكم الله يذبحونه ويشقون بطنه ويطلعون أمعاء أو أحشاء الزعابيل هذا يطلعونهن، والنبي في حال الركوع أو في حال السجود أو تلقى على أكتاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يذبونه على أكتاف النبي، ها؟ فكان يتأذى النبي، تحمل المشاق بعد ماذا صنعوا برسول الله مولانا؟ انت عدالك قاعد مرتاح ومولانا عدالك الاسلام اجانا هيك جاهز، رسول الله تألم في هذا المجال، اتأذى في هذا المجال، تحمل المشاق رسول الله، قاعد انقل لك انا زين، حتى قال ما اوذي نبي مثل ما اوذيت. ولهذا من بعد هذه الحادثة شو يسوون مولانا؟ يجي عمه ابو لهب، عمه من نوبي، عمه اخو ابوه، يجي هو ومرته، مرت عمه يا هي ام جميل، خو تعرفون ام جميل بعد يا هي زين، هاي حمالة الحطب،
هذه لها تاريخه. فيجون يعطون الاطفال فلوس، كل واحد درهم نص درهم ربع درهم، يقولوا له يقولوا لهم اذا مر محمد الامين فاضربوه بالحجاره، ارموه بالحجاره. هذا طفل ايش ما ادري، يعطونهم فلوس اذا مر النبي كانت الاطفال ترمي النبي بمن؟ بالحجاره. كان جبين رسول الله، ناصيه النبي تدمى، ساق رسول الله تدمى، ايديه اكتافه ترقوه النبي، ها حتى اسنان النبي كانت تكسر في بعض الحالات. فكانوا يطلعون النبي خارج مكه المكرمه، خارج مكه المكرمه. وهذا حبيبي لهالدرجه. بعد يسووا بالنبي مولانا حفروا له حفيره، هذا هو زلمتهم وهو ومريته وجماعه وياي ابو جهل وكذا، حفروا حفره يخلون بها الاشواك ويخلون بها أوكات الجمر لكي إذا مر رسول الله يسقط فيها، لكن جبرائيل كان يدله على الطريق، ها يدل على الطريق. فهذا الدين هذا الإسلام ما وصل بسهولة مولانا، ومن بعد النبي حتى الإمام علي حتى الإمام الحسن، ولهذا جابوا الإسلام أعطوه لنا إحنا. إحنا شنو وظيفتنا؟ وظيفتنا حفظ الإسلام. شلون نحفظ الإسلام مولانا؟ اسمعني، شلون نحفظ الإسلام؟ نحفظ الإسلام بس باللسان، بس الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نصلي صلاتنا بس، ها؟ حفظ الإسلام بس بالصوم مولانا؟ حفظ الإسلام بس باللسان؟ لا، حفظ الإسلام قولا وفعلا. أنت فعلك عملك كون يصير مسلم إخواني، أنت عملك كون يصير على عمل رسول الله، أنت عملك كون يصير على عمل أهل البيت سلام الله عليهم. وإلا أنا أهل البيت يأمروا شيء أو أنا أسوي شيء آخر، ها؟ الآن أنت وين تلقى يأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه. اسمعني، لا يبقى من الإسلام إلا اسمه. شنو أنت؟ مسلم، لكن ما نشوف عملك عمل مسلم، ها؟ ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، بس يقرأ قرآن، هيك لغلغت لسان كذا قرآن وهيك ما يفتي من القرآن شيء، زين؟ لا يحل ولا يربط، لا زوجة تحترم زوجها، للزوج يحترم زوجته، الزوج قدام الأطفال يضرب الزوجة، قدام الأطفال، قدام أطفال يضرب، زين هاي زوجتك بس أم هذولي، أم العيال، أم الأطفال، إذا هي ما لها كرامة عندك عند الأطفال شنو؟ لها كرامة، لما الأطفال يشوفون الأبو قدام عيونهم يضرب الأم، زين، هذا البيت شو يصير مولانا؟ ويشوفون الأم هم قدام عيونهم ما تحترم الأب، تغلط عليه، الشتمة مثلا، الضربة، بعض النساء تضرب الأزواج، الزوج يضرب الزوجة، زين؟ حتى يقول، تقول الرواية عجبت لمن يضرب عياله عن زوجته، زين؟ وهو أحق بالضرب منها، زين؟ بعض الناس يضرب زوجته، الزوجة تتعدى على الزوج مولانا، زين؟ أو تطرده من البيت، عجيب أنا أول مرة أسمعها. الله وكيلك، طالع الولد الشباب طالع مولانا، ما أدري وين طالع، هسه حاله حال الشباب توه متزوج. طالع متأخر الساعة 11. المريه لم شويلاته ولم معيناته، بدل ما تروح لاهلها شمرت معينه برا وسدت الباب. اجل الرجال طق الباب، دق الباب، ويا فتح الباب حقرته، زين شيل معينك وروح للفندق. صارت دارت، هذا شنو؟ هذا اسلام؟ هذا دين مولانا؟ هذا اسلام؟ بالله عليك هذا الاسلام؟ هيك الرسول يريد من عندنا مولانا؟ هيك الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يريد من عندنا مولاي؟ باشر احنا يوم القيامة محاسبين، الإمام إذا قابلنا يعاتبنا ولا ما يعاتبنا؟ يعاتبنا. شوف، أخلاقنا مو أخلاق أهل البيت، كلامنا مو كلام أهل البيت، سلوكنا بالعائلة يطلع برا البيت حلقة مفتوح مترين، زين، ويضحك يطلع من المغرب لما يرجع الساعة 11 12 بالوحدة بالثنين يرجع للبيت يضحك ويا ربعه ويا جماعته، بس إذا تطب البيت مولانا عبوسا قنطريرة ما حد يحكي، البنت ما تحكي، الولد ما يحكي، ما عنده اعصاب، انا تعبان، انا نهلان. زين شنو؟ انت اخلاقك خليه وين؟ لعيالك وبيتك وزوجتك. او كذلك الزوجه نفس الحاله مولانا، مو عبث. احنا مسلمين لا، لا يبقى، لا نطبق هذا المعنى لا يبقى من الاسلام الا اسمه. احنا كون عملنا وفعلنا تطبيق لمن؟ الى الاسلام. والا ترى هذا البيت يصير بيت العنكبوت. انتم شايفين بيت العنكبوت شو يسوي؟ انتم شايفين العنكبوت شو يسوي؟ العنكبوت الذكر والانثى، اذا خلص شغل الذكر ايش سوت الانثى؟ قتلت الذكر فاكلته، زين كلته، تقتل زوجها تاكله، تخلف فراخه، اذا طلعوا الفراخ شنو مولانا؟ يجون الام ياكلونها، ضايعه السالفه عنده، لا اكو اكرام للام لا للزوج لا للابو، واحد ياكل الثاني، واحد اكو بيوت كبيت العنكبوت. وهذا حبيبي
زين الشاهد هسه احنا خاف واحد يتعب من كلامي. زين الشاهد نرجع للآية، النبي تحمل المشاق هما فات، ايش سووا مولاي؟ صمموا على ثلاثة أشياء. قريش اتجمعوا وقالوا نسوي بالنبي ثلاثة أشياء، واحدة من الثلاث. صمموا إما على قتل رسول الله، سمعني سمعني، لو يقتلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو يسجنون النبي مكان كل لا يلتقي معه أحد، هاي اثنين. الثالث لو يخرجوا رسول الله عن الحجاز، يطلعونه من مكة المكرمة أصلا بشكل عام، يطلعونه من مكة المكرمة. زين ثلاث أشياء، لا أشوف أحد ولا واحد يشوفه، لو قتل، لو أسر سجن يعني، لو شنو مولانا تهجير، يهجرون النبي. ثلاثة، حتى القرآن يؤكد على ذلك. أكو آية عندنا بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنفال آية 30، اسمع تقول بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ يمكر بك الذين كفروا، الكفار، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، لو يثبتونك يعني يسجدونك، لو يقتلونك، لو شنو مولانا يطلعونك، ها؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ها؟ بس استطاعوا لو ما استطاعوا؟ ما استطاعوا. على العموم إلى أن وصلت آخر سنة في ليلة الهجرة، آخر سنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي من بعد البعثة قضل في مكة المكرمة. من يدري مولانا رسالة النبي كم سنة كلها؟ رسالة 23 سنة. إيش قضل في مكة المكرمة؟ 13. إيش قضل بالمدينة؟ 10. واضح مولانا؟ زين أنا أسألك قبل لا أسأل، خل أنا أكمل القضية. فصمموا على ماذا؟ على أشد الحالات. شنو أشد الحالات؟ يقتلون النبي. بس بنو هاشم عشيرة قوية وبيها أبو طالب، زين؟ يعني مو ما كان في تلك اللحظات، بس كان عنده أولاد وعنده أحفاد وعنده ناس مولانا يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زين؟ لأن أبو طالب توفى في السنة العاشرة، زين؟ الشاهد مولانا العزيز، هسا العاشرة والتاسعة ما أتذكر، الشاهد ما كان موجود في تلك اللحظات. صمموا على قتل النبي، قالوا شلون نقتل النبي؟ إذا طائفة واحدة قتلت النبي ما يقدرون يردون صدر بني هاشم. فشسووا؟ قالوا نجمع من كل عشيرة من كل طائفة نخلي نفر، نفرين من الشجعان الأبطال. فاختاروا 40 نفر من عدة عشائر وقبائل، 40 رجل، 40 شجاع، خلوهم بالباب. زين قالوا بالليل ندخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونقضي على رسول الله كل، احنا نطعن السيوف في بطنه وفي صدره وفي حلقه خلاص ويموت. فبنو هاشم ما يقدرون يقابلون هاي العشائر كلها، شو يسوون؟ يطلبون ماذا؟ يطلبون دية وخلاص ونطيهم دية وخصمة السالفة. فالله سبحانه وتعالى أخبر رسوله، قال له يا رسول الله إنهم يكيدوا لك، إنهم ماذا أصنع؟ شو أسوي؟ الأمر من الله لو من رسول الله؟ كله من الله. قال له لك حالتان، الحالة الأولى أن تهاجر، تترك مكة وتطلع وين؟ لن؟ إلى المدينة المنورة، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تبقي أحدا مكانك، تخلي واحد مكانك. زين إله يا هو اللي يعين هذا اللي ينام، أنا عينه لو أنت تعينه، يا هو يعينه الله لو رسول الله، الله يعينه. ليش؟ ليش الله يعينه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالفعل من الذي ينام؟ لأن هذا اللي ينام مكان النبي مولانا يعطي مجال لكي النبي يطلع من مكة بشكل كامل لا يتابعونه، ها؟ فجاء الأمر الإلهي أن الذي يبقى مكانك يا رسول الله ياهو هو رجل واحد اللي عندها الكفاءة وعندها الشجاعة وعندها الإيمان وعندها التقوى وعندها الصلابة، رجل واحد. أضع من إلهي؟ قال له ضع علي بن أبي طالب. فإجا الإمام سلام الله عليه هنا، من منكم يدري الإمام علي كم سنة عمره هنا؟ هنا ما أدري. أنا أقول لك مولانا عند الإسلام على أصح الآراء الإمام علي لما جاء الإسلام عمره 10 سنين، 10 سنين. كم سنة عمره هنا يصير؟ 23 سنة، عافية. عمره هنا الإمام علي 23 سنة، بس الإمام علي الإمام علي الإمام علي 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 بطل، بطل كان، بطل. ما حد كان واحد يقدر عود يضحك علي بن أبي طالب؟ لا، ما حد يقدر عليه. فقال له تنام بمكاني، البس هذا الرداء، رداء الأخضر، ونم بمكاني. ما قال له اسمع عيوني، أترجاك تسمعني،
ما قال له يا رسول الله خاف أموت، يقتلوني ما يقتلوني، شو يسوون بي؟ إيش قال له؟ قال له أتسلم يا رسول الله؟ اسمع 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 هذا الرجل، إذا أنا نمت أنت تسلم يا رسول الله لو ما تسلم؟ قال له بلى يا علي أنا أسلم، إذا أنت تنام أنا شنو؟ أسلم. قال له إذن أنام، إن كان في سلامة منك ومن ديني أنا شنو؟ أنام. شوفوا الشجاعة وين تلقيها يا مولانا، واللي ما يسأل عن نفسه يسأل عن من؟ عن حبيبه، عن حبيب الله، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال له أنام. نام علي بن أبي طالب، اسمعني 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 بس هنا، شوف هنا رسول الله ما قال له أنت راح تسلم، قال له أنا راح أسلم، بس هو ما قال له. يعني الإمام علي هنا شنو مولانا؟ ما كان يعلم أنه سيقتل أو يسلم، لو يموت لو ما يموت. أنا أجاوب عليه، إذا صار المجال أجاوب عليه. زين، أجى الإمام علي عليه السلام نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي أوصاه بوصايا أن الأمانات وكذا، إن بقيت حيا رد الأمانات، جيب الفواطم وكذا، هذه الأمور هذه. فخرج الرسول، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة وين واقفين؟ بالباب 40 نفر، شلون يطلع منهم؟ عافية. لما اجى العيون مش رعبه هيك، مش رعبه، واجى النبي مر من بين اعينهم ولم يروا رسول الله، وكان يقرا بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا، واذ مر رسول الله وهم لا يرون، يشوفون يشوفون بس ما يشوفون النبي. مر رسول الله من بين أعينهم ولم يروا رسول الله، وخرج النبي راح إلى المدينة المنورة، طبعا راح إلى الكهف الغار في جبل النور مولانا، ومنك بعد طلع إلى المدينة جرى ما جرى. نرجع للإمام علي، الشار بي الإمام سلام الله عليه، الإمام علي نايم، زين نايم بعده في فراش رسول الله، وعلي كل شجاعة، خاف تقول علي قلب الرجف، هيهات، خاف تقول علي ابن أبي طالب، خاف، هيهات. ما دخل في قلب علي بن أبي طالب ذرة من الخوف، هذا علي، هذا مو غيره، مو غيره يشرد فوق الجبل ويطلع منه، لا لا، علي، علي كرار غير فرار. خاف واحد يقول والله علي بن أبي طالب اطلع ظهره في حرب وشرد وركض وراء؟ لا والله، لا والله. زين، فعلي بن أبي طالب نايم، نايم أجم ولا يطبوا 40 مجرمين، 40 نفر سيوف قطاعة فتاكة بتارة تذبح ما ترحم، ما ترحم. يشربون دم رسول الله. الإمام علي خو سهل، زين، طبوا مولانا، شالوا الغشاء والغطاء، شنو طلع؟ طلع الإمام سلام الله عليه. قالوا ابن أبي طالب؟ تعجبوا بدهشة، علي ابن أبي طالب؟ يقول قام الإمام سلام الله عليه، قالوا ما تريدون؟ شردون، قاموا لهم، ماذا تريد؟ لماذا دخلتم في دار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ايش قالوا له؟ قالوا له نريد محمدا. اللهم صل على محمد. نريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال لهم آمنتموه عندي؟ خلينا أمانة عندي أنا النبي. قالوا لا، لكن احنا نريده. نريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع ايش جرى هناك، عبارة هي أول مرة أقرأها، عجيبة حلوة، عجيبة حلوة أخواني، عجيبة. هذا علي بن أبي طالب رجل عجيب والله. زين، قالوا له، قالوا له أين رسول الله؟ قالوا هل أودعتموه عندي حتى تطلبوه مني؟ أنتم ممكن أمانة عندي خاطر تطلبونه، روح دوروا علي. زين، فقال أبو جهل، اسمع اسمع إيش قال له أبو جهل، قال لنترك هذا الشاب، هذا الشاب المغامر عمره شقد؟ 23 سنة، فقد خدعه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنامه في فراشه لينجو بنفسه، خلى هذا بعد شباب وغر وغش وقال له نام وانت كذا وأنا أطلع، وغش الإمام علي ونام. هذا عوفه، نبض العرق العلوي. ايش قال له؟ اسمع اسمع هذا كلام الإمام علي عجيب، أول مرة أنا أول مرة قاعد أقرأ هذا. ايش قال له؟ قال له أتقول ذلك يا أبا جهل؟ اسمع، قال له أتقول ذلك يا أبا جهل؟ إن الله قد أعطاني من العقل، خاف تقول غشك رسول الله، إن الله أعطاني من العقل ما لو قسم على جميع حمقاء الدنيا ومجانينها لصاروا به عقلاء. الله تفهم شو أقول لك؟ قال له أعطاني عقل، لو الله يوزع على كل المجانين والحمقاء بالعالم شو يصيرون؟ يصيرون عقلاء. بعد
وأعطاني من القوة ما لو قسم على جميع ضعفاء الدنيا لصاروا به أقوياء، ومن الشجاعة وأعطاني من الشجاعة ما لو قسم على جميع جبناء الدنيا لصاروا به شجعانا، وأنا ابن أبي طالب. تركوا الإمام علي عليه السلام، تركوا الإمام وإجوا طبعا، إجوا زين، والنبي بعد كمل مسيرة على العموم. بس خلنا نقول لك شيء، أنقل لك رواية عند الثعلبي. الثعلبي شيعي لو سني؟ سني ما هو شيعي. في تفسير هذه، في تفسير هاي الآية في سورة البقرة آية 107 زين، العفو 207 زين، تفسير الثعلبي في تفسير هذه الآية. إخواني ينقل رواية عجيبة، حتى أن من يقرأ الرواية يظن على أن هذا الرجل شيعي. زين شنو مولانا؟ أسمع الرواية، الثعلبي يذكرها في تفسيره في تفسير سورة البقرة آية 207، يقول: لما نام علي بن أبي طالب في فراش رسول الله التفت الله سبحانه وتعالى إلى جبرائيل وميكائيل. إيش قالهم؟ قالهم: إني أؤاخي بينكما. اسمع اسمع العبارة، نص العبارة خلي أقرأ خاطر تحت بالك. لما عزم النبي، الثعلب قاعد يقول، لما عزم النبي على الهجرة إلى المدينة ترك علي بن أبي طالب في مكة، ترك علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب قاعد يشهد في مكة ليؤدي الديون التي عليه والأمانات إلى أهلها، وأمره ليلة الخروج إلى الغار وقد أحاط المشركون بالدار أن ينام على فراشه. ياهو نام الإمام علي، وقال: اتشح ببردي الأخضر ونم على فراشي فإنه لا يصل منهم إليك مكروه، ما راح يقتلوك. ففعل علي، نعم، فأوحى الله إلى فأوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل. إيش قالهم؟ إني آخيت بينكما، يا جبرائيل يا ميكائيل أنا آخيت بينكما، وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر. يا مذولي جبرائيل وميكائيل، أنا خاويت بيناتكم وخليت عمر واحد منكم أطول من الثاني، اختاروا، ياهو اللي يريد عمره طويل وياهو اللي يريد عمره قصير، هذول ياهم جبرائيل وميكائيل، ياهو ينقلها سنة لو شيعة؟ ما قاعد، مو شيعة قاعد ينقلون، الثعلبي قاعد ينقلها. احنا اخوان ننقلها، ننقلها، هذا موجوده بس قاعد ننقلها من عندهم. شي يقول؟ قال له: وجعلت، نعم، عمر احدكما اطول من الاخر، فايكما يؤثر صاحبه بالحياه؟ ياهو اللي يختار قصر العمر ويطل عمر الثاني لمن؟ لخو بين جبرائيل وميكائيل. شي يقول؟ فاختار كلاهما الحياه، هذا اختار الحياه وهذا مختار الحياه. فقال الله: أفلا كنتما مثل علي، أفلا كنتما مثل علي، آخيت بينه وبين محمد فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة، اهبطا إلى الأرض فاحفظا عليا من عدوه. فنزل فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، وينادي ميكائيل: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، من مثلك وقد باه الله بك ملائكة السماوات وفاخر بك. شوف العظمة لعلي ابن أبي طالب لأي درجة مولانا، وهذا مو عندنا، عندهم عندهم. زين هسا واحد يقول: شيخنا هذه فضيلة عظيمة بس عند الشيعة مذكورة. لا لا لا، مو بس عند الشيعة، عندهم هاي رواية من عندهم. وثانيا أكو روايات بعد أكثر، أنا أعطيك المصادر بس، ما أقرأ لك الروايات بس المصادر. زين اخواني المصادر، طبعا في كتاب الغدير ينقل تاريخ الطبري مجلد الثاني صفحة 99 إلى 101، سيرة ابن هشام المجلد الثاني صفحة 291، السيرة الحلبية المجلد الثاني صفحة 29، تاريخ اليعقوبي مجلد الثاني صفحة 29 أيضا، مسند أحمد بن حنبل مجلد الأول صفحة 348، تذكرة ابن الجوزي صفحة 21، فصول ابن الصباغ المالكي صفحة 33. هذه سبع مصادر، سبع مصادر اللي ناقلين ما نقلته الآن عن علي بن أبي طالب وعن فضائل علي بن أبي طالب ومنام علي بن أبي طالب، مكان رسول الله موجودة وين؟ عدهم مولانا. أعطيك بعد وحدة، أعطيك بعد وحدة، بس هذا كلام خطير يتكلمون. يقول أبو جعفر الإسكافي، هذا يقال أنه
أستاذ ابن أبي الحديد المعتزلي. ابن أبي الحديد المعتزلي شارح نهج البلاغة. أكو شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد المعتزلي شرح سنة طبعا. زين هذا يصير أستاذ. بعض العلماء يقولون أستاذ. شي يقولون؟ والبعض يقولون لا هو شارح. الشاهد يقول في نعم شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي مجلد 13 صفحة 261 هذا المصدر مع هذه العبارة اللي أقرأها. قال قد ثبت بالتواتر حديث الفراش. حديث الفراش يعني فراش النبي. ولا يجحده إلا مجنون أو غير مخالط لأهل الملة. أهل الملة يعنيهم يعني أهل الإسلام ما ينكره لأن معروف هذا. وقد روى المفسرون كلهم إن قول الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أنزلت في علي بن أبي طالب ليلة المبيت على الفراش يعني على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا شنو مقام شامخ هذا؟ مقام شامخ. تعال خليني أقول لك بعد حكاية أنا ما دام إحنا وصلنا هنا. زين بعد كلمة مولاي إحنا عندنا في القرآن ثلاث آيات الله يشتري من المؤمنين العافية البايع المؤمنون المشتري ياهو الله سبحانه وتعالى. شنو البضاعة شو يشتري؟ يشتري شنو؟ أنفسهم. شنو الثمن؟ الثمن لو الجنة لو النعيم لو أنهار لو فتح مكة. أقرأ لك ثلاث آيات الآية الأولى والثانية تختلف ويا الثالثة 100% عجيبة أخواني. اسمع الآية الأولى في سورة التوبة آية 111 أبدأ بيقول لك فضيلة علي بن أبي طالب بس راح أذكر لك آية أربطها بعلي بن أبي طالب بشكل دقيق جدا بس انتبه لي وانت شاطر وأدري بيك شاطر ترى. زين الآية الأولى سورة التوبة آية 11 أو 111 يقول إن الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى إذن المشتري ياهو الله ياهو البايع من المؤمنين البايع ياهو المؤمنين بعد ياهو ولدا أنفسهم البضاعة الله شنو اشترى من عندهم. زين أنا أسألك سؤال بس الله كريم لو مو كريم؟ ليش كريم؟ النفس ملك للإنسان لو ملك الله ملك الله. أنت شايف واحد يشتري ملكه شو قد كريم يقول لك النفس ملكي وفوق هاي أنا شنو أشتريها منك بعد شو تريد؟ ها أنا ابني قاعد ببيتي أقول له مع ذلك بابا أنا هذا البيت أشتري منك هو البيت بيتي وأشتري البيت من ابني شد كرم هذا ها؟ اسمع المشتري الله البايع المؤمنون بعد يوم ولانا البضاعة شنو؟ أنفسهم بالمقابل شنو؟ إذا هاي بضاعة بالمقابل شنو مقابل هذا الشيء؟ اسمع إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إذن البضاعة النفس والأموال بأن لهم ال إذن شنو بالمقابل يعطيهم؟ يعطون النفس أعطيهم الجنة أنا المشتري هم بايع زين يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا زين هذا أنا أبيع لك إلهي أنا أبيع لك تعطيني الجنة زين أكو مكتوبة أكو سند هسه أنت مو البيت تشتري مو كون بي سند طاب ولا ما بي ها هذا وين مكتوب أنه أنت تشتري من عندي وأنا أبيع نفسي وتعطيني الجنة إيش قال؟ قال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ها وين مكتوب هذا الشيء؟ أنت البايع وأنا المشتري تبيع لي وأنا أعطيك شنو؟ الجنة إلهي مكتوبة مدونة هذا سند بيها قال أعطيك سند وين موجود هذا السند؟ في الإنجيل في التوراة والإنجيل والقرآن مدونها شي يقول؟ يقول إذا أنتم بعتوا علي وأنا اشتريت منكم وطيتكم الجنة آخر الآية ذلك هو الفوز العظيم مبروكين مبروكين يعني أنتم تفوزون فوز فوز عظيم إذن المشتري الله والبايع المؤمنون البضاعة النفس والأموال والثمن شنو؟ الجنة خوش؟ هاي الآية الأولى الآية الثانية كم آية؟ ثلاث الآية الثانية في سورة الصف آية 10-13 شو يقول؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تجارة بيع وشراء بعد تجارة زين شنو؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إذن المشتري الله البايع ياهو المؤمنون تؤمنون بالله شنو البضاعة؟ الإيمان بالله والرسول والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس زين شنو العطاء الثمن يغفر لكم هاي شوية أطول من الجنة يغفر لكم ذنوبكم واحد ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار اثنين ومساكن طيبة
ثلاثة في جنات النعيم ذلك الفوز العظيم. وبعد شنو؟ وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. نصر يعني يا فتح فتح مكة. إذا فوق هذا الأجر الأخروي أعطيكم أجرهم دنيوي. إذا بعت علي نفسك وبعت علي أموالك وأنا الشراي وأنت البايع. خوش حكي. أي آيتين. الآية الثالثة. إذن الآية الأولى المشتري الله قاعد الله يرغبهم تعالوا بيعوا علي بيعوا علي. الله قاعد يرغب تعال بيعوا علي. زين المشتري الله والبايع المؤمنون البضاعة النفس والمال والثمن شنو مولانا الجنة مثلا أو المغفرة أو فتح مكة. نجي إلى الآية الثالثة لعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب يختلف ويا الناس كلها شنو مولانا الله ذكرنا الآيتين الله يرغبهم يقولون تعالوا بيعوا علي. بس الآية هاي شو تقول؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه. مو الله يقول له تعال بيع. شو يقول له؟ يقول له إلهي هاي نفسي اشتريها. شوفوا الفرق. هناك الله يرغبهم يقولون تعالوا بيعوا علي. هنا علي بن أبي طالب شنو هو يبدأ بالمعاملة. هناك الله بدأ بالمعاملة. هنا ياهم بدأ علي بن أبي طالب يقول له إلهي تعال هاي النفس تعال اشتريها مني اشتريها مني. إذن الذي بدأ ياهو علي بن أبي طالب مو مثل ذكر الآيات اللي بدأ ياهو الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يشري نفسه هو يبيع هو يبيع تعال اشتري من عندي تعال. زين بعد النفس الثمن ابتغاء شوف الثواب ذكرني جنة ذكرني جنة وجنات ونعيم وعدن ونهران ونخل وما أدري شنو هذا شنو مولانا ابتغاء مرضات الله. الثمن أعظم هناك الثمن الجنة والفتح هنا شنو مرضات الله أعظم من كل شيء أعظم من الجنة أعظم من الثمرة. إذا عندك رضاية الله كل شيء تحصل وهذا عين الثمن اللي يحب الإمام علي. شو يقول؟ يقول له ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. أنت تستاهل العبادة إلهي وأنا عبدتك. شوف المقام الشامخ لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إذن هناك الله يرغب في البيع في الشراء. لا علي بن أبي طالب هو اللي يقدم نفسه. بعدين البعض يجي لي مثلا يقول شيخنا هذه في بعض الكتب أن هذه الآية عامة كل المؤمنين ومن الناس من يشري نفسه كل المؤمنين وكل المهاجرين والأنصار. يقول لا مو كل بيها كلمة ومن الناس من شنو تبعيضية يعني واحد والروايات تؤكد على أن هذا شنو مولانا واحد وهذا الواحد اتفاق الروايات وصلت إلى حد التواتر هذا الواحد رجل واحد ياهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا غير. زين أكو بس سؤال هو كم سؤال أنا كاتب أربع أسئلة أنا جاب على سؤال واحد وأجيب على السؤال بقدر ما أجابه المفسرون لا أكثر ولا أقل لا أكثر ولا أقل. زين أنا أسألك الإمام علي لما نام في فراش النبي يدري راح يقتل يدري راح يسلم لو ما يدري؟ هسه إذا قلنا علي بن أبي طالب يدري راح يسلم كان ماله الزود هذا بعد مولانا ماله الفضل أنا نام وأدري ما أموت فأنا بعد عادي هذا واحد. أو إذا قلنا ما يدري شلون علي بن أبي طالب ما يدري؟ علي بن أبي طالب عنده شنو مولانا علم الغيب بالعرض بالعرض مو بالذات لأن الذات ياهو الذات عد الله علم الغيب لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الله إذا أراد ينطيل علم الغيب لأحد يقدر ينطيل ما يقدر ينطيل عالم الغيب سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول اللي هو يحبه الله شنو ينطيل. إذن علي بن أبي طالب يدري بعقيدتنا يعني عنده علم الغيب هسه يدري ما له زود ما له فخر ما يدري شلون ما يدري وما عنده أو عنده علم الغيب شو نقول إحنا نقول نعم أهل البيت عندهم علم الغيب. هذا جواب المفسرين في كتاب الأمثل روح دوره كتاب الأمثل في تفسير سورة البقرة آية 207 منطي هذا الرأي هذا الرأي منطي. زين شو يقول نعم عندهم علم الغيب. زين هسه أنا أسألك سؤال هذا الحائط شوف أنا الحائط ورا الحائط أشوف أنت تشوف ورا الحائط أنتم من الناس شوفون ورا الحائط ما شوف علي بن أبي طالب داخل هنا قاعد ويانا يعني مثلا إذا يعاين منا يشوف الحياة ورا الحياة ما يشوفه. لكن إذا شاء علي بن أبي طالب أن يرى المشارق والمغارب يشوف لو ما يشوف يشوف إذا شاء إذا أراد. بس إذا ما يريد يتعامل مع الناس معاملة قل إنما أنا بشر
مثلكم كبقية البشر. إيه نعم، إذا ما رأت يصير عادي، لكن إذا شاء الأمير سلام الله عليه أن يرى مشارق الأرض ومغاربها شنو مراد؟ يقدر يشوف. علم الغيب نفس الحالة، علم الغيب عند آل البيت، لكن إذا شاءوا علموا، لكن إذا أرادوا حالهم حال بقية الناس يصيرون يصيرون عادي ولا عمران، بس إذا أرادوا علموا. هذا أكو بعد جواب ثاني، بس هذا الجواب اللي أعطاه المفسرون في نفس الكتاب اللي انطيتك مولانا. فشي يقول، يقول ذيك اللحظة الإمام علي ما شاء أن يستخدم علم الغيب، ولهذا خاطر السير لوجهه تعالى خالصا لله تعالى، فهي قمة التضحية. وهذه التضحية شوفها عند أمير المؤمنين سلام الله عليه وعند أولاده. أي هذا حاضر الشدات، أي شهر عن سلمان وتعنيته، الله يرحمك يا مولى إسماعيل الفيصلي رحمة الله عليك. لما زينب سلام الله عليها راحت إلى الكوفة ظلت تعتب تحكي، يعبر عنها مولى إسماعيل الفيصلي، يعبر عن هذا الكلام، يقول للإمام شهر عن سلمان وتعنيته، حسين يمك ليش ما حضريت؟ يا أبا الحسن سيدي هاي كربلة قريبة إليك، رحت إلى سلمان المحمدي إلى المدائن، لكن هذا علي بن أبي طالب قريب إلى الحسين، ليش ما حضرها؟ اسمع مولاي، شهر عن سلمان وتعنيته، حسين يمك ليش ما حضرت؟ انت لله داعية حق ودليل، وللنبي غيرك أبد ما يصح مثيل، انت البردت نار الخليل، الله اسمع اسمعها، انت البردت نار الخليل، بالمخيم واج ما طفيت، بعد يا علي انت حلال المشاكل من تضيج، يا علي شلون حكي حلوها، انت حلال المشاكل من تضيج، انت ما يبعد على احصانك طريج، انت حكم النار بيدك والحريج، اقولها لولا امبل مخيم واج يفور قلب حسين ما رويت، بعد يا أبا الحسن والكبير اللي تشب نار القلب، ممشى زينب والحرم ويا الغروب، يا زينب ها الزليم الزليم عادتها لتشتل بالحروب، أو الشتم زينب للشمر عديت، خويا يا يا خويا يا الشمير والله ضمني، زينب تحاكي ويا الحسين ها، خويا الشمير والله ضمني، ضربني على متون وشتمني، أو شتمني ولا نكسر قلب ولا رحمني، أنا منين جتني كربلة منين؟ اسمعها، منين لا عباس يبرالي ولا حسن، هو الحسين يضربونا ونشقف باليدي، لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، إلهي نسألك وندعوك شافي وعافي كل مريض يا الله، اخذ حوائج المحتاجين لباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله، اللهم عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان، وإلى شرف النبي والأئمة الطاهرين أهلنا ذوينا من له حق علينا أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم، الفاتحة مع الصلوات. على جروح قمر غافي وأنا بروحي
نجمنا.